بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده نتكلم عن الخواص الكيميائيه للفلزات ولا فلزات. الخواص الكيميائيه للفلزات او الخاصيه تتفاعل الفلزات مثل المغنيسيوم والحديد مع الاحماض المخففه وينتج ملح الحمض وغاز الهيدروجين. انا عندي امثله كتير للفلزات، بس انا هعرف دلوقتي في مسلسل النشاط الكيميائي مين اللي يقدر يتفاعل مع الهيدروجين ومين اللي ما يقدرش. عند تفاعلهم مع الاحماض المخففه بينتج ملح الحمض ويتصاعد غاز الهيدروجين. لو انا اخدت شريط من المغنيسيوم مع حمض الهيدروكلوريك زي ما انا شايفه في الصوره، يحدث تفاعل ما بينهم. انا بعرف ان التفاعل حصل ازاي. اول حاجه، يا اما باختفاء احد المواد المتفاعله، وانا ملاحظه ان الشريط اللي في الايد لونه متغير، فده دليل على في تغير في المواد المتفاعله، او ظهور احد المواد الناتجه ما كانش فيه الفوران اللي حاصل في الكاس ده قبل كده، فانا استدلت بكده على حدوث التفاعل الكيميائي. هعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادله Mg زائد CL2 زائد H2. انا عايز اعرف المعادله دي كتبت ازاي. المغنيسيوم عنصر فلزي بيتكون من ذره واحده، HCl ده مركب حمض الهيدروكلوريك. الحمض يعني H، كلوريك يعني Cl. بكتب تحت كل واحد تكافؤ الاثنين، تكافؤهم احادي والتكافؤ الاحادي ما بينكتبش، فبالتالي المركب هيخرج عني HCl. هسيب الاثنين اللي قدامها دي للاخر. MgCl2 دي كلوريد المغنيسيوم اللي هو ملح الحمض. المغنيسيوم Mg والكلور Cl، لكن المغنيسيوم تكافؤه ثنائي، هكتبه تحت المغنيسيوم، والكلور تكافؤه احادي وهبدل. فالاثنين تكافؤ المغنيسيوم يروح للكلور اللي هو Cl، والواحد هيروح للمغنيسيوم والتكافؤ الاحادي ما بيتكتبش، فبالتالي ناتج التفاعل هينتج MgCl2 زائد الهيدروجين، لان اصلا لما حصل تفاعل المغنيسيوم حل محل الهيدروجين في حمض الهيدروكلوريك. طب ايه اللي حصل؟ انا كتبت الهيدروجين، طب المفروض اكتب H، اكتب H، انا هكتب H2. طب كتبت H2 ليه؟ لانه هو غاز نشط، وجزيء الغاز النشط بيتكون من ذرتين. طب انا هرجع للاثنين، يبقى انا كده كتبت كله. طب الاثنين دي بتدل على ايه؟ بتدل على عدد. لازما وانا مكتب المعادله اوزن المعادله، اساوي عدد ذرات المواد المتفاعله مع عدد ذرات المواد الناتجه. فالكلور والهيدروجين، لو انا بصيت للكلور هلاقيه داخل خارج باتنين، ومع انه كان في الاول داخل بواحده، والهيدروجين نفس الحكايه. فانا هضرب قدام المركب في اتنين علشان اوزن المعادله. معنى كده ان الاتنين ديت ملهاش اي علاقه بحمض الهيدروكلوريك، الاتنين ديت لوزن المعادله فقط. تاني خاصية، تتفاعل الفلزات مع غاز الأكسجين وينتج أكاسيد فلزية تعرف بالأكاسيد القاعدية. إذا نستنتج أن الأكاسيد القاعدية هي نتاج اتحاد الفلزات مع غاز الأكسجين. مثل إيه؟ المغنيسيوم Mg زائد O2 ناتج التفاعل 2MgO. برضك هضطر ان انا اكتب المعادلة من اول وجديد، واعرف هو كتب لي كل مركب ازاي وكل جزيء عنصر ازاي. ال Mg جزيء فلزي يتكون من ذرة واحدة زائد الاكسجين، انا ما ينفعش اكتبه او فقط. طب ليه؟ مع ان هو عنصر بس غاز نشط، لازم ذراته تتكون من ذرتين، فانا بكتبه اوتو. ناتج التفاعل اكسيد المغنيسيوم، المغنيسيوم Mg والاكسيد يعني اكسجين. بعد ما بكتب تحت كل واحد تكافؤ. المغنيسيوم تكافؤ ثنائي والاكسجين تكافؤ ثنائي، في اختصار ان انا اختصر على الاثنين، يبقى اختصر على الاثنين هيطلع لي في الواحد، والواحد التكافؤ الاحادي ما بيتكتبش، يبقى Mg. يبقى طب الاثنين برضك الاثنين ديت لوزن المعادله ازاي؟ الاكسجين داخل بذرتين وخارج بواحده، فانا هضرب هنا في اثنين، وقدام المغنيسيوم برضك هضرب في كام؟ في اثنين. تذوب بعض الاكاسيد القاعديه في الماء مكونا قلويات تزرق محلول عباد الشمس. هاخد اكسيد المغنيسيوم Mg O زي ما انا شفت في الصوره لما جبت عباد الشمس وضفته، ضفت عباد الشمس بنفسجيه محلول اكسيد المغنيسيوم، بحس ان اللون ايه؟ ازرق. Mg O زائد الماء اللي هو H2O، وعرفت Mg O كتب بالطريقه دي ليه، والميه رمزها H2O. ناتج التفاعل هيدروكسيد المغنيسيوم Mg O H/2. المغنيسيوم تكافؤ ثنائي، لكن الهيدروكسيد مجموعه ذريه تكافؤها احادي، مفيش اختصار هبدل، فالاثنين بتاع المغنيسيوم هتروح للمجموعه الذريه واحطها عليها عشان يبقى التكافؤ لها كلها. متسلسلة النشاط الكيميائي هي ترتيب الفلزات تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. هشوف المتسلسلة، بس انا مش هدرسها ان شاء الله للسنة الجاية.
دي المتسلسلة، مسلسلة النشاط الكيميائي بتضم فلزات، مرتبها ازاي؟ مرتب من الأكثر نشاطا كيميائيا للأقل نشاطا كيميائيا، وفصل ما بينهم بالهيدروجين. لاحظ ان لونه مختلف عن اللون اللي كاتب بيه الفلزات. طب ليه؟ لأن هو الهيدروجين موجود في الماء والأحماض، وطبيعي الفلزات في عناصر منها بتتفاعل مع مع الأحماض ومع الماء. فالعناصر اللي بتسبق الهيدروجين في سلسلة النشاط الكيميائي بقى تقدر تحل محل الهيدروجين سواء كان في الماء أو في الأحماض المخففة، والتي تليها زي النحاس والزئبق والفضة والذهب لا تحل محلها في الحمض، وبالتالي ما بيحصلش ما بينهم تفاعل. فأنا هختار من المتسلسلة ديت عناصر وأقدر أدرسها. أول حاجة الفلزات، زي ايه؟ البوتاسيوم كي والصوديوم ان ايه، يتفاعلان مع الماء لحظيا، ويتساعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة بفعل حرارة التفاعل. ليه البوتاسيوم والصوديوم بيتفاعلوا مع الماء لحظيا؟ لان هما من اكثر العناصر نشاطا كيميائيا. حتى لو انا بصيت للمتسلسلة هلاقيهم متصدرين قيمة السلسلة، البوتاسيوم والصوديوم. لما بيتفاعلوا مع المية بيحلوا محل الهيدروجين اللي في الماء، عشان كده بيتصاعد غاز الهيدروجين، وغاز الهيدروجين ده بيشتعل بفرقعة نتيجة ان التفاعل ده طارد للحرارة. يعني ايه طارد للحرارة؟ يعني بينتج عن حدوثه حرارة، فبالتالي بتؤدي الى اشتعال غاز الهيدروجين ويشتعل بفرقعة. هاخد امثلة تانية، الكالسيوم والمغنيسيوم. والامثلة اللي انا هاخدها لبعض العناصر والفلزات التانية ليه؟ ان هما اقل نشاطا كيميائيا، فبالتالي الكالسيوم والمغنيسيوم بيتفاعلوا ببطء شديد مع الماء البارد. الخرسين والحديد اللي هو زد ان والحديد اف اي، يتفاعلان في درجة الحرارة المرتفعة مع بخار الماء الساخن فقط، لان هما طبيعي اقل في النشاط الكيميائي من العناصر اللي بتسبق. النحاس والفضة لو انا شفتهم هلاقيهم بعد الهيدروجين، فبالتالي مش هيقدروا يحلوا محله لان هما اقل من الهيدروجين نشاطا كيميائيا، لا يتفاعلان مع الماء. يبقى عشان كده لو جالي السؤال النحاس والفضة بيتفاعلوا ولا يتفاعلوش، لا يتفاعلوا. ليه؟ لان هم اقل منهم في او يليهم في سلسلة النشاط الكيميائي، واقل من الهيدروجين نشاطا كيميائيا لا يحل محله. خاصة الكيميائية لله في الهزات. اول خاصية لا تتفاعل الفلزات مع الاحماض، يبقى دي فرق. لان الفرق الاولاني انا خدت ان الفلزات بتتفاعل مع الاحماض، لكن اللافلزات لا تتفاعل مع الاحماض. طب تاني خاصية، تتفاعل اللافلزات مع غاز الاكسجين وينتج اكاسيد لافلزية تعرف بالاكاسيد الحامضية. دي تاني فرق ما بين الفلزات واللافلزات، لان الفلزات كانت بتنتج لي اكاسيد فلزية تسمى بالاكاسيد القاعدية، لكن المقارنة التانية اللافلزات هي تنتج اكاسيد لافلزية تعرف بالاكاسيد الحامضية. شفت غاز الاكسجين؟ التجربة اللي عندي دي ان انا باخد قطعة من الفحم اللي هو الكربون ويشعله في جو من الاكسجين، هلاقي ان بيحصل اشتعال، معنى كده ان هو بيتفاعل. انا قلت بدال حصل فيه تغير في المواد المتفاعلة او ظهور مواد ناتجة، يبقى كده حصل تفاعل كيميائي. الكربون مادة صلبة بتتكون من ذرة واحدة، زائد الاكسجين زائد ديني سي زائد او 2 هينتج سي او 2. تذوب الاكاسيد الحامضية ديت في الماء مكونة احماض وتحمر محلول عباد الشمس. سي او 2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون زائد اتش 2 او اللي هو الماء ناتج التفاعل حمض الكربونيك اللي هو رمزه اتش 2 سي او 3. الهيدروجين تكافؤ حادي ومجموعة الكربونات تكافؤ ثنائي، وببدل الكربونات تدي تكافؤها للهيدروجين والهيدروجين للكربونات، لكن الهيدروجين تكافؤ حادي ما بيتكتبش. تالت فرق ان الاكاسيد ديت بتحمر محلول عباد الشمس، لكن الاكاسيد القاعدية بتزرق صبغة عباد الشمس. اسئلة متنوعة، اكمل المعادلات التالية ام جي زائد 2 اتش سي ال، عايز اشوف ناتج التفاعل ايه. ناتج التفاعل المغنيسي ما يحل محل الهيدروجين هيديني ام جي سي ال 2 زائد اتش 2. المعادلة التانية مديني على طول ناتج التفاعل 2 ام جي او، عايزني اعرف انا المواد متفاعلة. انا طلع عندي اكسيد فلز ناتج من اتحاد المغنيسيوم مع الاكسجين، فهو ام جي زائد او 2 ناتج التفاعل 2 ام جي او. ما المقصود به؟ مسلسلة النشاط الكيميائي هي ترتيب الفلزات تنازليا حسب نشاطها الكيميائي. علل لما يأتي، تعرف الاكاسيد اللافلزية بالاكاسيد الحامضية لانها تذوب في الماء مكونة احماض. إن شاء الله نتقابل في درس تاني مع نفهم نتعلم ببساطة.